الأزمات السياسية اللي تشهدها مصر، في ناس بتعاني من ارتفاع الأسعار والانفلات الأمني وهي بالسولار أزمات كثيرة. بالتأكيد أيضا الحكومة تحاول أنها تبذل جهود كبيرة جدا لحل هذه المشكلات. نشوف التقرير عن أزمات الفلاحين قبل موسم الحصاد ونرجع تاني. مع حلول موسم الحصاد هذا العام يواجه الفلاحون مشكلات تهدد محاصيلهم الزراعية وأراضيهم. بنروح الجمعية الزراعية اللي فيه تكدس كأني واقفة على مغزى على طابور عيش أو واقفة على طابور جاز، مشاكل كتير والسماد غالي، وبعدين بدون شوال للفدان، الفدان يعمل له شوال ما يعملش حاجة. مشكلتنا السماد غالي ومش موجود، وراح نشتري من السوق السوداء 160 الشكارة ما بتعملش معنا حاجة. ودلوقتي نروح كما هو قال في الجمعيات الزراعية قال خالص، والأدوية غليت وما بتعملش حاجة في الزراعة. بنجبر ان احنا نجيب أدوية اكتر عشان تأثر في الزراعة، منها بتضر في الزراعة ومنها ما بتجيبش الفايدة. والعلف بتاع المواشي، شكارة الغلة كانت ب50 وب60 بقى ب130 و140، كل حاجة غالية والله مش عارفين نمشي والله. نقص السولار أضاف على الفلاحين عبئا آخر، حيث توقفت ماكينات الري وجرارات حرث الأرض الزراعية. زي ما انت شايف المكنة مبطلة، فدان بياخد له 3-4 صفائح جاز في اللبن. دي مكنة مية، ودلوقتي واقفة عطلانة عشان خاطر السية، تروح مثلا محطة البنزين عشان تجيب، تقف بالدور تقعد لك مثلا 3-4 ساعات، ممكن تقعد لك يوم كامل تاخد لك صفيحة. طب هنجيبها منين الصفحة؟ هتعمل ايه الفدان ارض؟ الفدان بيحتاج له 3-4 صفايح. جراره هو واقف عشان السولار، ارض زي دي عايزه تتحرق ومفيش جاز، مضطر ان انا ابورها علشان الجاز مفيش. فاحنا عاوزين الجاز يتوفر للفلاح بالذات علشان المحاصيل الزراعيه داخله على حصاد في خلال شهر، في نهايه شهر 4 كله هيحصد القمح. بالنسبه للجرار ده هلكه في اليوم 6 صفايح. ادي السنبله هي طالعه زي الفل، لانها كانت واخده المقنن المائي من فتره، دلوقتي هتدبل لان مش واخده المقنن المائي بتاعها. في ظل قله المياه في الترع احنا ادينا بندق الابيار اهي الجوفيه، والري بيعمل لنا مشاكل حتى مش عايز يدينا تصريح، والكهرباء رابطه ان احنا لو دخلنا الكهرباء على البير اللي هو بالكهرباء يقول لك لازم تديني تصريح ري. طب انا لازم عشان اجيب تصريح ري 30,000 40,000، يبقى لازم اوفر ال 30,000 اروح اقترض من بنك التنميه والائتمان الزراعي عشان اجيب كارد اديه للري عشان ادق البير، والاخر اروح اركب كهربا يقولي لي لا ده احنا عايزين محول وعايزين عمدان. ايه ليه المشاكل دي؟ بضربة فأسه نأكل جميعا، لذا فمشكلته مشكلتنا، بل هي تهدد أمن مصر الغذائي. إيمان توني، 90 دقيقة، قناة المحور. شكرا للزميلة إيمان التوني على التقرير. معنا على التليفون الأستاذ